خلينا نروح بعد كده لاجتماع مهم، وهو اجتماع مجلس إدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، اللي أعلن فيه في الاجتماع ده عن انعقاد بقى الجمعية العمومية. ده هيكون يوم 25 و26 نوفمبر المقبل عشان يناقشوا جدول الأعمال، ومن بينها طبعا إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات قادمة، على كمان أن يتم اختيار الجهة الإدارية يوم 11 أكتوبر بموعد الانتخابات، وده وفقا للائحة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة. طبعا كل التوفيق بإذن الله.